اتعرف عليك الاول. محمد صلاح مصطفى فريد كليه هندسه الفرقه. ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل النهارده فجاه الناس برضو بعد ما كانت زي المره اللي فاتت بدات تظهر ان في حالات مغص وحالات وجع وكده، فاتصلنا باسعاف كده والناس بدات تكشف عن الدكتور، فاتضح ان الناس عندها تسمم زي المره اللي فاتت من الاكل بس. فاحنا بناء عليه الطلبه قررت ان هي تطلع من المدينه وتقطع طريق مصطفى النحاس قدام المدينه، بس الطريق الموضوع ما كانش مفيد. واحنا طالعين جت عربيه امن مركزي واحنا عند قطاع احمد شوقي، احنا بنطلع مره التسمم الاولانيه ومره موت احمد الباز ومره التسمم الثانيه، احنا بنطلع ما احتكناش الا باسم ثاني ولا بقطاع احمد شوقي بالرغم ان هم جنبنا. المره دي واحنا طالعين عربيه امن مركزي دهس الطالب وهي بتعدي، فالطلبه اتضايقت فحطته في العربيه بالطول، فقطاع الامن طلع وضربنا بالقنابل. هو دوت هيكون حسيت كده اللي حصل بيننا وبين قطاع احمد شوقي، كان مثلا عربان داس الطالب وكده، طلع برده الكابتن خالد رئيس قطاع احمد شوقي وقف وسطنا وبات على دماغنا، واحنا ما فيش اي حاجه بيننا وبين احنا بيننا وبين الاداره بتاعتنا بيننا وبين الازهر. بيسموا الطلبه اخواتنا، الطالب بيبقى ماشي واقف معانا بيقع، يعني الطالب بيبقى ماشي جنبك كده تلاقي طالب نايم جنبك على السرير طبق قناه ولا احنا عايزين نوصل رساله، ما فيش حد يسمعنا. من اسبوعين حصل حادث حوالي 500 طالب اتسمموا وعملنا ووقفنا وما فيش اي حد سمعنا، وشيخ الازهر سابنا وراح الامارات مش معبرنا خالص عن السبب ولا ما حد سالب مننا. احمد الباز نمان واقفين من امبارح وما فيش اي حد معبرنا، دخل رئيس التنميه ورئيس المدن في الجامعه.